بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، الإخوة الكرام الأفاضل المشرفي، السلام والصحة المهنية. مرحبا بكم في مادة من أهم المواد المتعلقة بالسلام والصحة المهنية والإدارة كذلك. بإذن الله سبحانه وتعالى حنكون في طيات السمستر الحالي مع مادة تحت اسم إدارة الجودة الشاملة، Total Quality Management. Management إدارة، كواليتي جودة، توتال شاملة، فأصبحت إدارة الجودة الشاملة، وهي من أهم المواد تتعلق بربط إدارة السلام والصحة المهنية مع الإدارات الأخرى في المؤسسة. لأنه طالما نحن نريد حماية الموارد البشرية وكذلك الممتلكات ورأس المال حتى نحقق مفهوم الأمن الصناعي في المؤسسة، فنحتاج إلى ربط المفاهيم المتعلقة بإدارة السلام والصحة المهنية مع كل أجزاء المؤسسة حتى يتم في المقام الأول تعيين العاملين أو الموظفين بمستويات معينة تليق بالمهام اللي حينفذوها، مما يساعد في تحقيق مفهوم إدارة السلام والصحة المهنية. وكذلك يتم تشغيل الموارد البشرية أو تشغيل الماكينات أو الأشياء دي كلها في بيئة العمل بشكل يتماشى مع تحقيق أهداف السلام والصحة المهنية. فكان من الضروري جدا من الإدارة العليا في المؤسسة أن تربط مفهوم إدارة السلام والصحة المهنية مع جميع الإدارات في المؤسسة حتى يوضع نظام يتماشى فيه أو يراعى فيه طبيعة العاملين، مؤهلات العاملين، طبيعة العمل، المخاطر الموجودة في بيئة العمل، وكيف يتم ربطها مع بعض، لأنه عمليات التشغيل تختلف عن عمليات التسويق، وعمليات المراقبة والمتابعة تختلف عن عمليات العلاقات العامة على سبيل المثال. فكان لابد من أي مؤسسة في داخلها تتعرف على نوع المخاطر الممكن تواجهها ثم تدار بشكل صحيح يصب في السلام والصحة المهنية، ويكون في ربط عملية بتاع تزامن أو سينكرونيزيشن ما بين جميع كل الإدارات الموجودة في المؤسسة حتى الجميع يساهم في إدارة السلام والصحة المهنية، لأنها هي مسؤولية الجميع. وإن كانت بشكل مخصص، مسؤولية السلام والصحة المهنية خاصة بإدارة السلام والصحة المهنية، ولكن بشكل عام السلامة تهم الجميع والجميع يعتني بأمر السلام والصحة المهنية. معاكم زميلكم وأخوكم المهندس عبد المنعم عمر عبد المحسن. بإذن الله سبحانه وتعالى من خلال المنهج الموضوع لكم في المادة، ثم إن شاء الله حأضيف عليه من خبرتي العملية وكذلك بعض الحالات أو الكيس ستاديز اللي حنعرضها إن شاء الله أثناء شرح، حتى نوصل نستطيع بإذن الله سبحانه وتعالى نوصل مفهوم إدارة الجودة الشاملة وفق نظام السلام والصحة المهنية، لأنه يتماشى مع بعض ويتداخل مع بعض. حتى يعرف مشرف السلام والصحة المهنية أو مدير السلام والصحة المهنية إنه العمل المناط به وينجزه مربوط مع الإدارات الأخرى، فلا ينظر إلى مفهوم إدارة السلام والصحة المهنية كمفهوم منفصل أو كإدارة منفصلة عن باقي الإدارات. لا، هي إدارة مكملة لباقي الإدارات من مفهوم الشمول. والجودة كذلك تستحق أن تكون مربوطة في كل الإدارات، ونحن هنا بنعنى بالجودة المتعلقة بسلامة وصحة العاملين في المؤسسة. اليوم بإذن الله سبحانه وتعالى المحاضرة الأولى، وقبل ما نبدأ ننبه على أشياء أساسية. أولا، أهمية معرفة قيمة الشيء. فمادة أو عموما مجال إدارة السلام والصحة المهنية من أهم المجالات، واللي هي تعنى بشكل مباشر بسلامة وصحة الإنسان، والإنسان هو أعظم ما خلق الله سبحانه وتعالى. وربنا قال: ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فدي يتطلب مننا جميعا. مهندس، المشكلة حد الحين شغال المحاضرة الثانية، ترى عند إدارة شو اسمه محاضرة شغالة الآن ما قفل. أي محاضرة؟ تتكلم عن أي محاضرة؟ ما فهمت كلامك.
طيب نحن ذكرنا قلنا مادتنا هي إدارة الجودة الشاملة فيما يتماشى مع إدارة السلام والصحة المهنية، وحنتكلم عن إدارة السلام والصحة المهنية ونربطها مع الإدارات الأخرى حتى يفهم مشرف السلام والصحة المهنية علاقة إدارته مع إدارة التشغيل، مع إدارة التسويق، مع إدارة المشتريات، مع إدارة العلاقات العامة، خدمات ما بعد البيع إلى آخره. وده بيمكن المشرف أو المدير السلام والصحة المهنية من أنه يكون الأفق عنده واسع، لأنه أي مؤسسة عندها بوليسي، عندها سياسة لإدارة السلام والصحة المهنية فيما يحقق أهداف المؤسسة. وده بيندرج تحت مظلة الجودة الشاملة في كل قطاعات المؤسسة. فإذا عاوزين نحقق مفهوم الجودة الشاملة في كل قطاعات المؤسسة، نحتاج نوعي الجميع، كل إدارة المؤسسة، بأنه عمله مترابط، ونضع معايير أسس للجودة الشاملة في المؤسسة، وبالتالي الآن كل الإدارات تصب في هذا الأمر، وده يؤدي إلى مفهوم الشمولية في المؤسسة. كنت في بداية الحديث أو قبل ما يدخل عليه زميلكم أنه نبهت في بأهمية أولا إدراك قيمة الشيء، ثم الصبر على الشيء. وما ننسى أنه قلنا نحن الآن ندرس في مادة أو في منهج أو في دبلومة من أهم الدبلومات، لأنه تتعلق بسلامة البشر، وقلنا البشر من أعظم ما خلق الله سبحانه وتعالى. وما ننسى قول الله جل وعلا: ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. وبالتالي نستطيع الآن نقول إنه كون الإنسان يعمل في حماية أعظم ما خلق، من أعظم ما خلق الله سبحانه وتعالى، فهي مهمة عظيمة تحتاج إلى إخلاص، نية صادقة، وده يصب في إن الإنسان ينال الخير في الدنيا والآخرة من الأجر والثواب، وينال كذلك خيري الأجر اللي بيتعاطاه أو ياخده من المؤسسة اللي بيعمل فيها. كذلك ما ننسى أهمية الصبر، تقول الله سبحانه وتعالى في سورة الكهف، زي ما قاعد أذكركم دايما الحوار بين سيدنا موسى والخضر عليه الصلاة والسلام، لما قال: إني أريد أن أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا، قال: إنك لن تستطيع معي صبرا، وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا، قال: ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. فمعرفة قيمة الشيء تعين الإنسان على الصبر، والصبر ضياء زي ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. فخلاصة ما أحب أقول أنا إنه إن شاء الله في المحاضرة الأولى دي هنعرف أهمية المادة بتاعتنا وقيمتها وإضافتها الحقيقية بالنسبة لنا، ثم نصبر على أخذ العلم، لأن في النهاية هنكون مسؤولين في يوم من الأيام، يا إما مشرفين سلام وصحة مهنية أو مدراء سلام وصحة مهنية. فلا بد تعرف علاقة عملك مع الإدارات الأخرى، وعلاقة قراراتك مع الإدارات الأخرى. وما ننسى عبارة سيفتي فيرست، السلامة أولا، لأنه الحفاظ على الأرواح البشرية أهم من أي شيء آخر. أي مؤسسة عندها أهداف، ولكن على رأس الأهداف المفترض يكون الحفاظ على سلامة وصحة العاملين. ولو نظرنا للصورة اللي أمامنا دي الآن، يتجسد إنه رسمة جميلة جدا أو صورة جميلة جدا تبين إنه العالم كله موجود على يعني هيلمت زي هات، الطاقية بتاع السلامة. وده يعني إنه مفهوم السلامة يشمل جميع الإدارات الأخرى: تخطيط، تنظيم، علاقات عامة، إدارة مشاريع، إدارة تشغيل وإلى آخره. فنجد إنه يكاد يكون كل العالم الآن هو موجود أو يحتاج إلى السلامة والصحة المهنية، وبالتالي تعتبر إدارة السلامة والصحة المهنية من أهم الإدارات المعنية بإدارة الجودة الشاملة. والإنسان إذا لم يأمن ويسلم في عمله لا يستطيع إنه ينجز المهام المطلوبة منه، وده يعيق المؤسسة في تحقيق أهدافه. لذلك توفير السلامة والصحة المهنية في بيئة العمل يساعد مساعدة كبيرة جدا في أن ينجز العاملين مهامهم بأفضل ما يكون، وده يساهم مساهمة حقيقية في أن المؤسسة تحقق أهدافها والتزاماتها. فتعالوا الآن نغوص في مدخل لمادتنا إدارة الجودة الشاملة، ونخوض فيها بإذن الله سبحانه وتعالى. أولا كالمعتاد لابد من معرفة الهدف الرئيسي من المادة. ذكرنا قبل إن الإنسان لو عارف قيمة شيء يستطيع أن يصبر
ويتصبر. الهدف من المادة دي باختصار هو إنه مشرف السلامة والصحة المهنية يتعرف على العلاقة بين الجودة والسلامة والصحة والبيئة في إطار العمل. نحن نعرف السلامة المهنية ونعرف الصحة المهنية، عندما ندخل عليهم الجودة ده يعني أن نتقن العمل المتعلق بالسلامة والصحة المهنية مع مراعاة بيئة العمل. وعشان نستطيع أن نفعل الأشياء دي لابد أن نتعرف على مواصفات خاصة بالسلامة والصحة المهنية، ودي عبارة عن معايير وضعت محليا أو عالميا تساعد مشرف السلامة والصحة المهنية أو مدير السلامة والصحة المهنية في أنه ينجز عمله في إدارته وفق المواصفات العالمية فيما يحقق الجودة والإتقان في السلامة والصحة والبيئة المعنية بالعامل. وبالتالي لابد أن نخطط بلان، نضع خطة إنه كيف نحن حندير إدارة السلامة والصحة المهنية والبيئة في المؤسسة، ثم نعمل دو أي ننفذ الخطة في أرض الواقع، ثم نعمل تشيك أي نتحقق إنه ما تم تنفيذه مطابق لما تم التخطيط له. فإن كان الأمر كما هو فالحمد لله رب العالمين، وإن كان هنالك أي خلل نحتاج إلى أكت إجراءات تصحيحية وكذلك إجراءات وقائية لمنع حدوث الخلل مرة أخرى، ونستمر في دائرة بلان دو تشيك أكت، نخطط ننفذ ما تم التخطيط له، نتأكد إنه ما تم تنفيذه وفق الخطة، في حال وجود أي خلل نقوم بإجراءات تصحيحية وإجراءات وقائية، وتستمر هكذا السلسلة. وده يعتبر المفهوم إدارة الجودة الشاملة. طيب تعالوا زي ما أنا وعدتكم قبل إنه من خلال طيات المادة إن شاء الله هناخد بعض الحالات مما تساعدنا في فهم المادة. تعالوا الآن ناخد أمثلة واقعية تساعدنا في فهم مفهوم إدارة الجودة الشاملة وعلاقتها بالسلامة والصحة المهنية. يعني أنا كطالب بتاع دبلوم سلامة وصحة مهنية ليه أدرس مادة إدارة الجودة الشاملة؟ ده اللي بيهمنا في بداية المحاضرة الآن. طيب ناخد الآن كيس يا شباب تقرب الفكرة ونتناقش فيها لاحقا بإذن الله سبحانه وتعالى كما تعودنا. Thank you.
طيب يا شباب، الآن شاهدنا كيس، وزي ما وعدنا قلنا ننظر للكيس الآن بمنظور إدارة الجودة الشاملة وفق أو على وعلاقتها بالسلامة والصحة المهنية. طيب لو في إنسان عنده مداخلة الآن يا شباب في علاقة الموضوع ده شنو بإدارة الجودة الشاملة والسلامة والصحة المهنية، لو في إنسان عنده أي مداخلة ممكن نسمع له إن شاء الله. ها شباب، احنا الان شاهدنا كيس وقلنا فيها علاقة بالسلامة والصحة المهنية، فعاوزين الان احد الناس لو عنده مداخلة او تعليق يربط لنا الموضوع ده بإدارة الجودة الشاملة والسلامة والصحة المهنية. طيب اذا ما في مداخلة ممكن اعلق انا. اولا نحن زي ما ذكرنا مسؤوليتنا إدارة الجودة الشاملة، وده الآن واحدة من الطرق في مدينة ما، ولا شك لا بد من سلامة الطرق، وفي جزء مهم جدا إدارة مهمة جدا تعنى بسلامة الطرق اللي هي رود سيفتي. ففي الطريق ده في عبارة عن مان هول موجود، ولكن نتيجة لي ممكن نقول العوامل الطبيعية وإنه العربات تمشي عليه من وقت لآخر حصل إنه نزول في المان هول، وبالتالي ده لو استمر في وقت الاخر هيحصل تشقق في المنطقه اللي حواليه، ده ممكن في مره من المرات ممكن تجي عربيه تمر عليه، ممكن تطير منه بعض الحجاره او المان هول نفسه يضرب عربيه جايه فيما بعد، او ممكن يسبب خطر انه تقع عربيه فيه. فهنا الامر تداخل مع السلامه والصحه المهنيه، ومن باب الجوده اول ما وجدنا خلل نسعى فيه إجراء تصحيحي يصحح الخلل، وتوضع إجراءات وقائية لاحقا إنه ما نقع في الخلل. على سبيل المثال إذا كانت الصيانة تتم للمانهول ده كله 6 أشهر تقريبا مثلا، والآن المانهول ده حصل له تصدع أو خلل في الشهر الرابع، يبقى من الآن فصاعدا لابد نعمل تشيك كل 3 أشهر تجاوزا للخطأ. وقد يكون الممر ده مثلا للعربات الصغيرة ومرت فيه عربية كبيرة، دي كلها أمور تخلينا إحنا الآن نعدل في زمن التشيك، الزمن اللي هو الصيانه الدوريه اللي هو كان 6 أشهر مثلا يصبح الان 3 أشهر، مع انه الخطا حصل في الشهر الرابع على سبيل المثال، لكن احنا وضعنا شهر احتياط. فينا الان دمجنا، نحن الان عاوزين نحافظ على سلامه وصحه المارين على الطريق ده، فده دفعنا انه نحن نقوم باجراءات تصحيحيه. الاجراءات التصحيحيه يتطلب جهه متخصصه فيما يتعلق بسلامه الطرق. شوف الان يا شباب الطريق الان حصل له تاكل، الجزئيه اللي علاقه بالمانهول دي حصل لها تاكل واضح الان لاحظ، هي كانت على مستوى سطح الارض مع مرور العربات عليها باستمرار نزل المانهول كفر اللي هو قطار المانهول الى اسفل، والان حصل تاكل في طبقه الاسفلت العليا، وده قلنا ممكن يؤدي الى تطاير الصخور في العربات الماشيه من خلف، وده ممكن يؤدي الى اصابات. انت الان سايق جات حجاره على الزجاج العربيه يتكسر او تشقق، دي ريسك مخاطر ممكن يؤدي الى حادث وممكن نفقد ارواح وهكذا. فتوجب على الاداره المعنيه بالصيانه القيام بادوار سريعه جدا في معالجه الخطا. وفي المعالجه الان اتكلم عن جزئيه الجوده. شوف الان اولا الحرص على صحه وسلامه المارين، ثم الحرص على صحه وسلامه العاملين بالتزام بضوابط السلامه والصحه المهنيه،
ثم الوصول للخطأ ومراجعة الخطأ وتصحيح الخطأ بشكل بروفيشنال اللي هو شكل مهني في أقرب وقت وأسرع وقت وبأكبر جودة ممكنة. أكيد الخطوات الآن شاهدتوها أمامكم تبين الدقة في إصحاح تصحيح الخطأ ومراجعة الخطأ والحرص على أنه يكون بشكل جيد وفق المواصفات العالمية فيما يراعي سلامة وصحة العاملين الآن ثم سلامة وصحة المارين أو المستعملين للطريق. فنجد الآن القياس والدقة والحرص والسلامة بشكل صراحة متناسق مع مراعاة عامل الوقت ومع قبل مراعاة السلام سلامة عليكم. وصحة من يمر و قبل فترة صار زي كذا حادث في الكويت. نعم تفضل أقول كمل كمل. ها صار حادث في الكويت قبل فترة. بسبب المنهول كده يعني مشكلة زي دي. نعم إيه الآن أكدت لنا إنه برضه ممكن تحصل حوادث من النوع ده، فالآن ده بيأكد يا شباب وسبب وفاة بعد. لا حول ولا قوة إلا بالله، وفعلا هو قد يكون كمان وفاة مركبة عندما نجد مثلا عرب ممكن تكون العربة في الخلف فيها أسرة وتصطدم بعربة وعربة أخرى فيحصل حادث فيه 3 عربات العربية مثلا أو فيه حافلة كذلك كانت تنقل مثلا عاملين. ف نجد انه من الاهميه بمكان مراعاه السلام والصحه المهنيه ومن الاهميه بمكان ان يقوم بالعمل اناس اصحاب خبره يدركوا الجوده في اتقان العمل، وده الان زي ما شاهدناه الان امامنا. يبقى تم اصلاح المشكله بشكل سريع جدا وفق المواصفات، وكان اولا لابد من مراعاه سلامه العاملين انفسهم في اداء عملهم بشكل صحيح، ثم ده ادى الى سلامه اللي هيمر على المكان لانه اصبح الان اصلاح الخطا بشكل سريع وصحيح وبشكل يعني احنا نقول احترافي. الان رجعت المنهول الى المستوى الطبيعي المفترض يكون عليه باستمرار. فمن هنا شباب يتبين لنا اهميه اداره الجوده الشامله وعلاقتها بالسلام والصحه المهنيه. ونشاهد الان كيس اخرى يا شباب ممكن تبين لنا اذا حصل العكس انه لم نهتم بإدارة الجودة الشاملة في عملنا او لم نهتم بالجودة في عملنا حينتج منه شنو؟ نحن الآن شفنا الاهتمام بالجودة والعمل متقن ادى الى تحسين الخطأ واصلاح الخطأ اجراء اجراءات تصحيحية ومن ثم اجراءات وقائية مما يحافظ على سلامة وصحة الجميع المارة سواء كان سائقي العربات وغيرها، وده الآن المطلوب. لكن لو شاهدنا الآن كيس أخرى فيها النقيض زي ما بيقولوا وبضد هذا تميز او تتبين الاشياء، شوف النقيض الان. Mmm.
طيب يا شباب، الآن الصورة انتقلنا إلى صورة أخرى فيها اللي هو النقيض لعدم الاهتمام بإدارة الجودة الشاملة، وده اللي هو عكس الصورة اللي شاهدناها سابقا. طيب إذا الآن انتقلنا يا شباب للكيس، وفي شخص حاب يعلق في المسألة دي قبل ما نبدأ؟ طيب شاهدنا شباب الآن مثال نقيض للمثال السابق، عندنا صاحب عمل وكان لابد أن يراعي الجودة في عمله مخافة من الله في المقام الأول، ثم الحرص على إرضاء الكاستمر أو العميل أو الزبون، في أنه مفترض من الأول يكون بإصلاح الكرسي بشكل صحيح. فأحد الزبائن جاب له كرسي قبل كده وفرض يتم صيانته بالشكل الصحيح أو تتم صيانته بالشكل الصحيح، فصاحب الورشة دي ما أنجز العمل بالشكل الصحيح، فترتب عليه أنه يجي العميل مرة أخرى ويشتكي أنه الكرسي ما تمت صيانته بالشكل المطلوب. يبدأ صاحب الورشة أو النجار مرة أخرى بإصلاح الخطأ، ولكن للمرة الثانية لم يراعي معايير الجودة اللي هي إتقان العمل. وجد أو كان ينقص مثلا محتاج ل نوع معين من انواع المواد يثبت بها الكرسي بشكل صحيح، فللمره الثانيه يقع في نفس الغش والخداع، والمره دي قدر الله ما شاء فعل انه يصاب ابنه ويتعرض لاصابه بسبب انه ما تمت صيانه الكرسي بشكل صحيح. ففي المره اللي فاتت مثلا ممكن يكون كان قد يتضرر منها العميل او الزبون، لكن المره دي اراد الله انه الشخص اللي ياخذ درس في نفسه ويعرف انه عندما لما ما يتقن العمل بالشكل الصحيح حيدفع الثمن، اولا سواء كان اكل مال حرام لانه اخذ مال من غير ما يقوم بالمطلوب، او هو نفسه حيدفع الثمن زي ما يقول المثل كما تدين تدان. فيبقى الان لو قارنا بين مثالين نجد انه الجوده الشامله من اهم الامور المحتاجين لها في بيئه العمل، ولا بد للإنسان أن يراعي الجودة الشاملة في العمل. فلو تكلمنا الآن من عن الجزئية اللي بتهمنا إحنا كمشرفي سلامة وصحة مهنية، ده يعني إنه عملنا قلنا مربوط مع إدارات أخرى، وده يدفعنا إنه نهتم بإنه ندير عملنا بالشكل الصحيح فيما يؤدي إلى سلامة وصحة العاملين مع مراعاة المخاطر الممكن تواجهنا. طيب يبقى اذا انا لما اجي انفذ عمل او خطه لازاله المخاطر على سبيل المثال، او اعمل تقييم المخاطر ريسك اسسمنت على سبيل المثال، فلا بد يكون في ذهني مراعاه الادارات الاخرى. يعني مثلا عندك الان مؤسسه عاوزه تعين موظفين جدد، لا بد انا كاداره السلامه والصحه المهنيه اساهم في المواصفات المفروض تتوفر في الاشخاص دول من ناحيه السلامه والصحه المهنيه، حتى انه يتقن العمل بتاعه بشكل صحيح. فدي مسائل لابد ناخذها في الاعتبار. يبقى الان عرفنا العلاقه ما بين الجوده والسلام والصحه المهنيه والبيئه، ثم ان شاء الله في طيات الماده هنعرف بعض المواصفات اللي ممكن تساعدنا في انه نضع نظام او اسس لمواصفات الجوده السلامه والجوده والصحه والبيئه فيما يؤدي او يساعد المؤسسه في تحقيق اهدافها. الهدف الرئيسي يا شباب ممكن ناخذه في اطار اهداف تفصيليه، اللي هي حتى لما نفصل الاشياء تتضح المعاني بشكل اوضح. وبالتالي من اهدافنا في دراسه الماده ان شاء الله هو معرفه اهميه تطبيق معايير الجوده والسلامه والصحه والبيئه، ودي ان شاء الله هتكلم عن المواصفات تبين الكلام ده بشكل واسع. كذلك لابد نعرف فوائد العمل ده حتى نقدر نقنع الاخرين باهميته، ونعرف متطلباته لأن أي عمل له متطلبات، إن لم تتوفر العمل ما حيصل للغاية المطلوبة. وكذلك في بعض المعوقات أو المشاكل ممكن تواجهنا، فكل ما تعرفنا عليها كل ما ساعدتنا في تجنبها وحلها بشكل يتناسب مع الأهداف. حناخد إن شاء الله في طيات المادة كيف نحقق في الحوادث، وده ممكن يساعدنا قلنا في وضع الحلول التصحيحية ووضع الحلول الوقائية كذلك. وحنتعرف كذلك من من الاهداف المهمه في الدوره بتاعتنا نعرف الفرق بين الاجراءات التصحيحيه والوقائيه، وحناخذ ان شاء الله كذلك نظام اداره الغذاء او نظام سلامه الغذاء باذن الله سبحانه وتعالى.
الاهداف دي حناخدها في قوالب اللي هي المحاور، اللي هي الابواب اللي حنقسم بموجب الماده. الباب الاول حيكون مقدمه عن الجوده الشامله، الباب اللي بعده حيكون فوائد تطبيق نظام اداره الجوده الشامله، ثم متطلبات ومعوقات نظام اداره الجوده الشامله، ثم اداره السلامه والصحه المهنيه كواحده من اهم ادارات الجوده الشامله في المؤسسه. وذكرنا قلنا حنتعرف على بعض المعايير والمواصفات العالميه، ان شاء الله حنتكلم عن نبذه عن المواصفه العالميه ايزو 9001:2015 تتعلق بنظام إدارة الجودة، وكذلك المواصفة العالمية ايزو 45001 إصدارة 2018 تتعلق بنظام إدارة الصحة والسلامة المهنية. كذلك حناخد نبذة عن المواصفة العالمية ايزو 14001 إصدارة 2015 تتعلق بنظام إدارة البيئة، وكذلك حناخد المواصفة العالمية ايزو 22000 إصدارة 2018 تتعلق بإدارة وسلامة الغذاء. وما ننسى عبارة يا شباب HSE أو QHSE، حنلقى العبارة دي تمر بينا كثير. QHSE، Q للكواليتي، H للهيلث، S فور سيفتي، و E فور انفايرمنت. فعندما تلقى عبارة QHSE تذكر كواليتي اللي هي الجودة، هيلث اللي هي الصحة، سيفتي اللي هي السلامة، انفايرمنت اللي هي البيئة. فدي المحاور إن شاء الله حنمر عليها من خلال المادة بتاعتي بإذن الله سبحانه وتعالى ونفهمها بالفهم المطلوب. طيب الآن يا شباب في سؤال أو استفسار إذا الآن يتعلق بأهمية إدارة الجودة وعلاقتها بالسلامة والصحة المهنية؟ في إنسان عنده سؤال أو استفسار إلى الآن؟ طيب نشاهد الآن تطبيق عملي للمسألة دي. مفهوم نشوف بيئة عمل الآن وتعتبر من بيئات العمل المتقدمة جدا واللي فيها عناية بأهمية السلامة والصحة المهنية والبيئة. وده يا شباب بيلخص لنا أهمية وشمولية إدارة الجودة الشاملة في تنفيذ العمل، شفنا قبل شوية، وآثار الإيجابي في العملية الإنتاجية في المؤسسة والعملية الإدارية كذلك. وشفنا كل مكاتب إدارة موضح الاعمال اللي من ناحيه المسؤوليات واللي يسمى الادوار رولز، المسؤوليات ريسبونسبيلتيز والصلاحيات اوثوريتيز، كل ما تم بالشكل الصحيح شفنا كيف يتم انجاز العمل بالشكل الصحيح في المثال بتاع سلامه الطرق. وبالمقابل اذا حصل خلل في المنظومه دي حيترتب عليه مسائل سلبيه، وبالتالي كان لابد من التعريف بانه عدم الاهتمام بالجوده يؤدي الى خسائر، وبالمقابل الاهتمام بالجوده يؤدي الى انجاز العمل دون خسائر تذكر. دي مساله مهمه جدا. كذلك لابد انه نتاكد من انه تم تحقيق الجوده الشامله، ولكن ليس وفق الاهواء انما وفق معايير عالميه، دي ان شاء الله حتكلم عنها بشكل علمي وصحيح. طيب اذا الان ما في سؤال، ممكن ناخذ ان شاء الله كيس ونختم بها محاضره اليوم باذن الله سبحانه وتعالى، تتكلم عن بيئه عمل تم فيها مراعاه المعايير دي فيما يتماشى مع سلامة وصحة العاملين وفيما يتماشى مع البيئة تماما. فدي كلها أمور مهمة جدا. نسمع نشاهد الكيس إن شاء الله ونكتفي بالمشاهدة، ثم نلتقي في المحاضرة القادمة بإذن الله سبحانه وتعالى. Every pilot I've talked to loves flying the airplane. As soon as you strap that airplane on, it's like you're a part of it. I mean, it is the finest built airplane that I've ever had the privilege to fly. It's second to none in terms of commercial aviation, and that exemplifies the quality of the people who work on this airplane every single day. Thank you.
I've been working for Boeing for just going on right at 15 years. Since 1989. 23 years. Going on 25 years. 5.5 years now. It'll be 24 years in June. I remember flying a foam model airplane off a treehouse my dad built. Ever since I was young, it was my bicycle, you know, playing with that, taking it apart, and trying to make it better, and then it moved to motorcycles and then cars. I like working with my hands. I like building things. I always have, ever since I was little. I think this is something that is an art form. I couldn't have been 4 years old, but I remember this day flying that airplane over and over again, making my dad run in the yard, grab it, bring it back to the treehouse. I had an auto mechanics class when I was a senior in high school. I showed up on Monday, didn't show back up till Friday. And he says, welcome back, time for the test. I missed two questions on his test. He got me a job out in town at a garage. He said, there ain't nothing I can teach you. I think working on airplanes, you get people who are fascinated by airplanes. When an airplane flies over, you can tell the airplane people because they look up. The actual spirit of Boeing is the men and women who build the airplane. The mechanics, the sealers, the plumbers, the electricians, the riggers, the functional test guys. These folks are the best in the world at what they do. And they will perform at whatever level is required to deliver the perfect airplane. The people who build all of these airplanes are incredibly smart, incredibly dedicated. I see a lot of artists and musicians working in these jobs, guys that like things that are concrete and practical, but at the same time, they maybe think a little bit abstract. There's a lot of creativity involved with these individuals. It's like an orchestra, you know, you've got all of these people moving in unison. A rivet gun, bucket bar, a drill motor, those are the instruments, those are actual instruments. It's a crazy orchestration, putting this airplane together, joining it, and in 3 days, getting it ready for someone to actually put systems on it. When you look at what it takes to put this product together, it's the people applying their hands, their knowledge, their desire to be successful to the actual parts, tools, and engineering of this product to bring it all together. Almost everything that we do is hands-on. It's all hand-driven, hand-done, hand-worked. It's built by hands. It's not a soulless machine that's building it. Every little bit, every little part, however small, is important to what we're doing. The Boeing Company is actually its own little city within a city. It's the world's largest building by volume, but you walk in here and it's really awe-inspiring, and the airplanes are awe-inspiring, and their stories tall. You know, I think back on this program, it was exhilarating to build the first airplane. It's equally as exciting to deliver the thousandth. There's no reason why we shouldn't see 2,500 or 3,000 of these large airplanes in service in the next 15 years. Some of these people that are here on the 777 have been here since the very first airplane, and they will be here for the thousandth airplane coming through. It's pretty impressive to know that we've been working on a thousand of these airplanes. It's almost unimaginable. There is no doubt in my mind this is one of the finest teams on Earth. There's a huge level of talent here at Boeing. It's an art, and we're artists. We build the best airplane in the air, and we intend to keep doing it. When you take pride in your work, you enjoy working. If there wasn't any passion building this airplane, it wouldn't get done. How can you not love building one of these? I love building airplanes. I like to come to work. I like to keep the cogs on this machine rolling. Every single one of those airplanes has a piece of everybody that's ever done any job on that. I came to the realization that I was a third generation aerospace worker. My mom, my dad, my cousins, my uncle. I still want to be able to say to my friends or to somebody in the airport, that is something that I built. That is my airplane.
it was nice to like say, hey, I put that wing on there. That one's mine. And my, you know, I have kids, and when we're driving in the car, we see an airplane flying up in the sky. What one's that, Dad? And I could have just pointed out to them and tell them, did you paint that? And I said, yeah, I did. There's a lot of mom and dads, a lot of brothers and sisters that are flying on these airplanes that are counting on you to do the best. When you can be part of a product like the 777 that changes the world, that allows regions, countries, companies to grow and prosper, that's huge. I think the ability to bring people face to face, handshake to handshake, hug to hug, has an immediate impact in the shape of the world. طيب يا شباب، القصة اللي شاهدناها باختصار جدا، نحن بنركز على الجزئية المتعلقة بالجودة. لا شك الإتقان واضح جدا، الجودة في إتقان العمل والحرص على أن يتم العمل بأفضل جودة ممكنة مع مراعاة السلام والصحة المهنية والبيئة، ده شيء بيهمنا نحن الآن. فنحن لما ننظر للمقطع ده عندنا فيه أربعة أشياء بتهمنا أو خمسة أشياء: الجودة، السلامة، الصحة، البيئة. فالأربعة أشياء دي من أهمية من أهم الأمور اللي بتهمنا نحن. الجودة أكيد قلنا في إتقان العمل وفق المطلوب وفق المعايير مع مراعاة سلامة وصحة العامل، وهي أعلى درجات الجودة. شفنا الآن لا شك عملية بناء طائرة من أكثر الأمور المعقدة، شفنا أجزاء الطائرة بأحجام كبير جدا، يعني أي خطأ يحصل ممكن يؤدي إلى فقدان حياة العاملين. شفنا الحرص بالدقة والجودة والاهتمام بحتى الممرات الخاصة بالعاملين، ضوابط السلام والصحة المهنية، دي كلها مسائل اتضحت بشكل واضح من خلال بعض الصور اللي شاهدناها أمامنا. مثلا نشير على سبيل المثال الممرات الموجودة في منطقة، شوف مثلا العامل حرصه على لبس الهارنس، وكذلك حرص العامل على لبس الفول ماسك طالما هو بيقوم بعملية البينتينج. نشاهد كمان في الممرات الموجودة في الورشة، واضح جدا تنسيق العمل وتنظيم العمل وترتيب العمل، ممرات خاصة بالعاملين. شايف الآن مثلا ده ممر خاص بالمشاة، ده ممر خاص بالفاير لين، تمام. فبالتالي أمور واضحة جدا، يعني الفورك ليف نفسه اللي هي الرافع الشوكي عندها ممرات خاصة بها، ولا شك تقسيم الهنجر أو ورشة العمل. شوف حتى الآن المشاة ممر واضح، إذا كنت على الدراجة عندك ممر، إذا كنت على عربة عندك ممر، سائق للرافع الشوكي عندك ممر، دي كلها الآن فصل الممرات يساعد في تجنب المخاطر والإصابات. مراعاة العمل وطبيعة وإمكانية ومهارات اللي حينفذ العمل وتدريبهم المستمر على الإتقان وحرصهم على سلامة وصحة العاملين، ده لا شك يا شباب يصب في مفهومنا نحن اللي هو مادتنا إدارة الجودة الشاملة. وقلنا شوف كذلك الانسجام بين التيم ورفع روح العمل والتضامن والتوافق، أو إحنا كنا نقول التكاتف مع الجميع. فدي كلها أمور تساعدنا في الوصول إلى الشيء المطلوب. فده الدرس المطلوب من الكيسز أو الحالات اللي شاهدناها الآن، اللي بتخلينا ندرك أهمية المادة بتاعتنا إدارة الجودة الشاملة، وبينقلنا بإذن الله سبحانه وتعالى إلى التفصيل في المحاضرات القادمة. نتوقف هنا يا شباب، نلتقي إن شاء الله في المحاضرات القادمة ونشرح ونفصل الأمر بإذن الله العالمين.